الاهلي ازاي بيستعد لمباراه سان داونز؟ ده الحدث الابرز بالنسبه لنا في الفتره الحاليه، لان النادي الاهلي حاليا خلاص قفل الملف. وامبارح الكابتن سيد كان ليه تصريحات مهمه جدا ان خلاص ملف مباراه القمه اتقفل ايا كانت احداثه. احنا شرحناه معاكم في حوالي 30 دقيقه وقلنا كل شيء فيها، لكن في النهايه عندنا مباراه يوم السبت الجاي. ازاي الاهلي هيتعامل مع هذه المباراه؟ ازاي النادي الاهلي هيفكر ويركز في هذه المباراه؟ انا معايا على التليفون زميلي العزيز ادهم ندى مراسل قناة النادي الأهلي، كان حاضر النهاردة مران الفريق وهو بيستعد بالتأكيد لمباراة يوم السبت القادم. نطمن منه ونشوف أخبار التدريب وإزاي الفريق بيستعد للمرحلة اللي جاية. أدهم إزيك ومساء الخير عليك. برحب بك زميلي العزيز محمد سعيد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناة نادينا الحبيب قناة النادي الأهلي. أدهم في البداية يعني إزاي الفريق استعد وإزاي الفريق النهاردة اشتغل على فكرة التحضير لمباراة سان داونز؟ كل اللاعبين كانوا في المران، ما تابعته وما شاهدته في ملعب التتش النهارده؟ طيب خلينا نقول لعنوان كبير النهارده بيتصدر المشهد زميلي محمد سعيد، هو الاحترافيه سر من اسرار نجاح النادي الاهلي. وده الحقيقه بدا المران في خلال الساعه الواحده والنصف ظهرا من خلال محاضره من المدير الفني ريني فايلر، اكد فيها على ضروره اغلاق تام لملف الدوري والتركيز في المباراه الهامه والمصيريه مباراه سان داونز دور الثمانيه، مباراه ادوار اقصائيه تحتاج كل التركيز وكل الدعم وكل المجهود من لاعبي النادي الاهلي ومن الجهاز الفني بقياده المدير الفني ريني فايلر. ده كان في البدايه. عايز اقول ان في لقطتين مهمين جدا حرص عليهم الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، جلستين مطولتين مع كابتن حسين الشحات ومع رمضان صبحي. الاولى من اجل تحفيز حسين الشحات والاستمرار في الدعم والمسانده النفسيه لحسين الشحات من اجل دايما الاستمرار على هذا الاداء الرائع بالنسبه لحسين الشحات. بالنسبه لرمضان صبحي، طبعا احنا عارفين ان يوم عن يوم رمضان بيجيب فورمته وخلق مران اكثر من رائع. النهارده مران قوي، اطمنا عليه بنسبه كبيره جدا، ان شاء الله متوقع انه يشارك سواء في المباراه القادمه او في مباراه الاياب. النهارده دخل في المران الجماعي يا ادهم؟ شارك في المران الجماعي بصوره كبيره وخد مران فني قوي ونال استحسان المدير الفني ريني فايلر. تمام، لسه عنده مساحه وقت وفي النهايه القرار هيبقى للجهاز الفني حسب الرؤيه اللي شايفها بالنسبه لمشاركه رمضان. طيب باقي الفريق وباقي اللعيبه؟ خلينا نقول بقى ان المران النهارده كان مران بدني فني خططي تكتيكي على اعلى مستوى. النهارده المدير الفني ريني فايلر كان في تعليمات على اعلى مستوى بالنسبه لاليو ديانج وعمرو السوليه، زي ما بنقول فكره اللاعبين بوكس تو بوكس، القدره على افتكاك الكره، القدره على استخلاص الكره في اقل وقت زمني ممكن، وازاي تطبيق فكره الهاي بوش او الضغط العالي من خلال الثلاثي الهجومي حسين الشحات رمضان صبحي كهربا. كان في تعليمات قوية جدا لأليو باجي النهارده، التدريب على ضربات الرأس بشكل كامل، العرضيات، وكان بياخدها حسين الشحات وعلي معلول. كان في تكرار على الضربات الركنية ازاي يستغلها أليو باجي سواء ضربات الرأس او التسديد من خارج منطقة الجزاء كحل من الحلول اللي هيلجأ ليها النادي الأهلي ان شاء الله لضرب التكتل الدفاعي، لان طبعا سان داونز متوقع ان هو يلعب بتكتل دفاعي وكمان القدره على استخلاص الكره، لان مجموعه كبيره من لاعبي سان داونز مهاريين بينقلوا الكره، وبالتالي النادي الاهلي محتاج انه يستخلص الكره في اقل وقت زمني ممكن ويكون الكره معاه لفتره كبيره جدا، لدرجه ان المدير الفني ريني فايلر اوقف التمرير النهارده اكثر من مره لعلاج الاخطاء في التمرير، والتمرير من لمسه واحده، بحيث ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يظهر بالروح الفنيه والمعنويه العاليه اللي معودنا عليها النادي الاهلي. طيب بكره التمرين في نفس الميعاد ولا اتحدد ميعاد تاني للتمرين؟ ان شاء الله التمرين هيكون بدايته ان شاء الله الساعه 11 صباحا. 11 صباحا، تمام. شكرا جزيلا زميلي العزيز ادهم ندى مراسل قناه النادي الاهلي.